احنا اخر وحده عندنا زي ما قلت لكم شايف حتى معنوني هون طرق تدريس الرياضيات، يعني العنوان حاطينه طرق تدريس الرياضيات، وهاي اللي اخذ طرق الرياضيات نفس الوحده، وكانت تيجي ضمن التوجهات المعاصره لتدريس الرياضيات. سؤال ليش حطيناها مع رياضه اثنين؟ عشان نخفف صعوبه الرياضه اثنين، لان الرياضه اثنين صراحه صعبه مش سهله، مفاهيمها ومسائلها ممكن تصل لمستوى عالي جدا، فحطينا وحده شوي تكون ايش؟ وبعدين هي تمهيد للطرق فيما بعد. يعني قصدي هي الاصل انك تاخذ رياضات واحد رياضات اثنين بعدين الطرق. فالطرق مبنيه على انك تكوني اصلا عندك اساسيات رياضيات واحد رياضات اللي هي الجبر والاعداد والهندسه والقياس وغيره. هذا الفكره الرئيسيه. فالكلام هون نظري وممكن نكتفي فقط بالملخص، وما في مانع يكون الكلام بلغتك الخاصه، مش ضروري نفس النقاط بالضبط حرفيا، لا في بعض الاشياء بدها حرفيا، في اشياء لا ما بدها حرفيا. يعني مثلا بس نيجي على المبادئ، وهذول مبادئ الان سي تي ام او مبادئ اللي هو المجلس القومي للمعلم الامريكي. ليش احنا بندرسهم؟ طب هذول الامريكي ليش احنا بندرسهم؟ لانه مناهجنا الاردنيه مبنيه على هاي المعايير. نفهم هاي الموضوع، كل وثائق المناهج في الرياضيات تبنى وتؤلف بناء على هذه المعايير وهذه المبادئ، وعندنا اطلاع واسع في الموضوع بدون تفاصيل. كويس. قصه هذول المجلس القومي بدات من حوالي 40 سنه او 30 سنه، بداوا يضعوا معايير لا ايش يعني منهاج جيد في الرياضيات. بدنا نشوف شو المعايير بدنا نحطها لمنهاج الرياضيات حتى تصير منهاج جيد. برضو بدنا نحافظ على خصوصيه الرياضيات، شغله مش بس شغله والله، لانه في عندي معايير عامه للمناهج بشكل عام، لكن بدي مناهج الرياضيات بشكل خاص ايش لازم تتمتع. فحطوا مبادئ، من المبادئ حط مبدا بسموه مبدا المساواه. مبدا المساواه باختصار ماذا يعني هذا المبدا؟ انت لازم شو تحفظي عليه عشان الامتحان؟ سبنك عشان الامتحان ايش لازم تحفظي؟ تحفظي عن ايش هذا المبدا؟ انا ايش بحكي؟ حطي لك عبارتين ثلاثه هيك فقره صغيره تحكي فيها عن مبدا المساواه، مش بالضروره تحفظ الكلمتين المكتوبات. انا لو واحد سالني قال لي عن ايش مبدا المساواه؟ مبدا المساواه بجماعه باختصار له علاقه بمبدا الفروق الفرديه، له دخل بالعداله، له دخل بمبدا انه كل الطلاب ممكن يتعلموا الرياضيات. مش انا حاط في راسي انه هالخمسه ثلاث اربعه سته اللي قاعدين اللي قدام هذولا هم اللي بهم رياضيات والباقي ما لهمش دخل. ما في فرق بين الذكور والاناث، اثنين بيقدروا يتعلموا رياضيات، ما في فرق في العرق. هاي مش موجودة عندنا، بس وين موجودة؟ مثلا في أوروبا، في أمريكا موجودة. يعني مثلا عندهم توقعات على الإفريقي الزنجي إنه ما بتعلم رياضيات، هذول قال مخهم ثقيل فموش رياضيات. اللاتيني ما بفهم رياضيات. أمريكا ترى عندهم تصنيفات للبشر عرقية بهذه الطريقة، عندهم رقم واحد بالعقول، العقليات الرياضية، احنا نحكي عن الرياضيات بس، انا بحكي عن الرياضيات بس. العقليات الرياضية العالمية اللي مشهورة واللي بتنتج معرفة رياضية، لا 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 لا. رقم واحد بحطه عندهم اللي هم اليهود. بيجي بعدهم الصينية، اليابانية، ماليزيا، جنوب شرق آسيا. الهنود طبعا هنود مش طبيعيين. هذول بسموهم المجموعات الايش اللي هي عباقره في الرياضيات. طبعا الالمان والروس كمان مش طبيعيين في الرياضيات. اذا انت ابنك سيات لما بيجي عندهم مهاجر على امريكا من اصل روسي ولا من اصل الماني ولا من اصل ياباني ولا من اصل عربي بيحتضنوه، لانه بقول لك هذا متوقع منه ينتج عندنا انتاج ممتاز. عندهم نوعين من الجنسيات او الجنسين، مع انهم متميزين الا انهم بيتعاملوا معهم بحذر، مثل اليابانيه، الصينيه، اليهود. السبب
انهم هذول مغلقين. الياباني بضل ياباني، بعيش في امريكا 400 سنه بضل ياباني. طب ليش؟ العرب سكر خفيف بذوب، ما بتشوفين الا صار يعني ما بتميزيه انه هو اصلا عربي، اصله عربي يعني. اليهود نفس الشيء، عاملين مجموعات خاصه لهم. فمبدا المساواه صراحه له دخل بهالموضوع، انه انت بتدرس مثلا صف مختلط ذكور واناث وعراق مختلفه، كيف تتعامل معهم؟ لازم بعداله بمساواه، تعطي التوجيه لهم نفس التوجيه. هذا برضه احنا بنفعنا ان الطالب العالي التحصيل ضعيف التحصيل، مش الطالب العالي بهتم فيه والطالب الضعيف بنساه. مرات احنا بنركز على فئتين، العالي والضعيف، طب واللي بالنص؟ طب اعطيه الاهتمام، يعني معناته في عندك انت هنا المفروض يكون هاي الفروض هاي مالها عندك مراعاه، المنهاج يراعيها والتدريس يراعيها. احنا بنتكلم عن المناهج، ان المنهاج يراعي هاي. اذا لازم يكون في تنويع في الانشطه، تنويع في طرق تقديم الماده. يعني اعطيكم مثال، احنا العرب بشكل عام نفهم الرياضيات بالطريقه الاستقرائيه، تقدم الامثله ثم امثله ثم امثله، بعدين تعطيك القاعده او العمر. الافارقه مفهوموش بهذه الطريقه، الالمان مفهوموش بهذه الطريقه، لازم قشطلت تعطيني القاعده اول بعدين اعطيني المثال. اللي هي الطريقه الكليه، يعني بفهم اعطيني العموميه بعدين اعطيني الامثله. سبحان الله، هاي تفضيلات. اخذت نظريه هوارد جارنر اللي هو تاعت الذكاءات المتعدده، انه مش كل الناس بنفس المستوى من الذكاء، هاي مهمه جدا. المبدا الثاني، مبدا المنهج او مبدا المنهج. المنهج يجب ان يكون متناسقا ومترابطا، يركز على الرياضيات المهمه. شوفوا هاي، ترى كل كلمه من هذول لو بدي اشرحها بدها محاضره. اعطيني امثله، كيف يعني الرياضيات مهمه؟ شو هي الرياضيات المهمه وشو الرياضيات المش مهمه؟ يعني قبل شوي كنت اسولف مع مدرسين، هم دبلوم عالي مدرسين رياضيات، يقول بدي اياك تدرس لنا الفتره الجايه ماده اساليب الرياضيات اللي هي طرق الدبلوم العالي. قلت له انا بدي اسالك مثلا سؤال، لما تيجي تقدم مفهوم الكسب كيف تقدمه للطلاب؟ هذا احنا بنتكلم عن منهاج متناسق ومترابط ويركز على رياضات مهمه. الان انا بالنسبه لي الرياضات المهمه مثلا اعبر عنها بانه انا بقدم المفهوم والمعنى اكثر ما بركز على الاجراء. يعني في ناس كثير بشوفه انه يجي درس الكسر مثلا، على سبيل المثال جبت المثال، بس مثال واحد بساعه كثره الطرق بنمسك فيها شوي. بيجي درس الكسر، بسط مقام خط كسر، المس بتحفظ الطلاب، بسط مقام خط كسر، ايش هذا مس؟ بسط، ايش هذا مقام؟ ايش هذا خط كسر؟ طب ايش معنى الكسر؟ المشكلة أنا بتكلم عن المقابلات قبل شوي، فالمقابلات إنه إحنا نسأل المعلمين يجاوبونا هيك، الكسر بسط مقام خط كسر، هذا مش كسر؟ أعطيني المعنى. طيب جزء منه لسه طلع، شوف الشغلة أعمق من هيك. هل أنا لما أجيب مثلا أرسم دائرة وأروح أجيب إيش؟ أقسمها هيك وأظلم، هذا كسر نص. طبعا بتجي انت بالواقع ممكن تجيبي ورقه تطويها مع النص، خلينا عن النص لحاله بدناش نقعد نسرح. طيب سؤال، هيا تجي تعمل دائره مره ثانيه، ليش؟ ايوه سنتي، لازم مجزأ بالتساوي حتى اقول عنه نص. هذا بلغه الطرق الرياضيات بقول عنه مثال، هذا نقول عنه لا مثال. ودائما الاشياء تفهم باضدادها. طيب اشرحوا معي ايش كمان ممكن اقدم الكسر بطريقه غير هاي الطريقه، غير الورق وطوي ورق مش عارف ايش وخبزه وتفاحه فهمناها. اعطيني قصه. لا لسه رحت على التجريد، شايف احنا وين بنركض؟ على التجريد بنركض. اعطيني محسوس غير هذول، نموذج غير هذا النموذج. بجيب مثلا اربع كرات
نصف الكرات، نص طبق البيض. شوفي نص طبق البيض 15 بيضة، يعني النص 15. شو رأيك بالحكي؟ هي نص الثلاثين 15، مش النص 15، نص الثلاثين، نص الطبق 15. هذا النموذج نموذج معدود، اختلف عن نموذج المساحة. انت كنت تمسحي تأخذ المساحة كلها، هون ايش قاعد تأخذ؟ تأخذ العدد. هذا النموذج غير هذا النموذج. حلو الكلام، حلو الكلام. طب طلعي لي على هذا النموذج. هذا ما انا قليل معلمين بيسووه. هذا شو دينا؟ ها كنا بنفهم بالمصاري. طيب انا بدي اجيب لكم نص. ها طويتها هيك، ها طويتها هيك ومسعتها، هاي نص. شو رايكم؟ ليش لا؟ هي واحده من سنتين، ما تصل لك ساعه بالدرسين بتقولي لي النص جزء من كل. هيها من جزء من كل. بدي اعطيك النص صار تروح تشتري فيه شيبس، وانت النص تشتري فيه بيبسي. ستة. هاي شو الفرق بين هذا المثال؟ ركزي، شو الفرق بين هذا المثال واني اجيب ورقة بيضاء واقسمها بالنص؟ شفتي كيف الرياضيات صارت؟ هي رياضيات مهمة تقدم، مش رياضيات عشوائية. هون مش أي كلام بيقدم. إذا أنت كمعلم لما تيجي تدرس رياضيات، الأصل يكون عندك إدراك إنه في مواقف مختلفة يقدم فيها المفهوم الواحد. الكتب، المناهج، يجب أن تركز على ذلك. إذا أنا كمعلم ما أدركتها، الكتاب يدركها، المؤلف، مؤلف المناهج يدركها، يحط لي هاي الأشياء ويدرج لي إياها. من وين أبدأ وين أنهي؟ هذا معنى مترابط متسلسل. إذا كان كل مرة واحدة يجزأ، طب كيف بدك تجزئه؟ أعطي الفصل الأول جزء، الفصل الثاني جزء، أعطيت الفصل الأول جزء، الفصل الثاني جزء. السنة القادمة هون بسيط، أصعب شوي، أصعب. كل مرة شو أعمل؟ أوسع. هذا عبارة عن شيء بيسموه هندسة المناهج. هذا فن لحاله مبني على المعايير. دير بالكم، أنا بقول لكم إحنا معايير مناهجنا في الأردن مبنية على هاي المعايير، فهي فعليا انبنت على هاي المعايير. وكنا نشوفها وين؟ في وثيقة بيشوفوها المشرفين أكثر، المفروض المعلمين يطلعوا عليها، يسموها وثيقة المناهج. وثيقة المنهاج يوريك التسلسل الأفقي والعمودي للمادة، كيف تتسلسل عشان تعرف انت كيف المفاهيم تقدم. طيب نوع على ثاني، مبدأ التعليم. لما نقول مبدأ التعليم معناته نتكلم عن مين؟ عن المعلم. طلع لما اقول لك شو المبادئ مره ثانيه، شو المبادئ؟ روح حفظ. مساواة، منهاج تعليم، التعلم، التقييم، التقنية. خلصنا هذول كتعداد. لما اقول لك عدديهم فيش فيها مجال تجتهدي، بدك تعديهم. لكن ما اقول لك تكلميني عن المساواة، مش بالضروره يعني تكتبي الكلمتين اللي في البرزنتيشن. فهمتيها انت؟ عبري عنها وجيبي مثال، ودائما بفضل تحطوا امثله لو من عندك. يعني الشرط يكون مثال موجود في الكتاب اصلا. مبدا التعليم هو تعليم الرياضيات يقع على عاتق المعلم واسسه. ما يلي: التدريس الفعال بمعرفه مفاهيم الرياضيات. هذا اللي كنت احكيه قبل شوي. لما تيجي تدرس الكسر كمعلم، انا لازم اكون فاهمه بشكل عميق وعارف كيف يدرس. هاتبي هون صار في معرفتين، معرفه بسموها معرفه بالماده العلميه، ومعرفه بسموها معرفه بيداغوجيه، معرفه باصول التدريس، كيف ادرس هذا الموضوع. اذا المعلم عنده نوعين من المعرفه هون، معرفه اللي هي بالماده ومعرفه بالطرق. طيب التدريس موجود بصفيه تثير التحدي، وهذه يعني المعلم الناجح هو المعلم اللي يستطيع ان يثير التحدي عند طلابه. بيعمل بيئه، بيعمل جو، بيخلي الطلاب شو مالهم؟ يشتغلوا. هو هذا البنائي، احنا كل شغلنا بنائي. هون شو بصير في العقل؟ شغل. اللي بيعرف يعمل هاي الاشياء من خلال مواقف صفيه والاثر ينتقل خارج الصف بيكون ممتاز جدا. ما قدر
مشكلة. المنهاج يجب أن يكون ثرياً بالأنشطة التي تعين المعلم على خلق هذه البيئة. لما يكون المنهاج ضيق ومحشور ما بيساعدني. التدريس الفعال نحو السعي المستمر للتحسين. ما في شيء اسمه صرت توب. قد ما تتعلم بتضل تتعلم. نصيحة لوجه الله اللي بيدرس المدارس وحابب يطور نفسه ظلك زور زملائك. بدون تدريبات روح فوت عند زملائك شوف كيف بشرحه الكويس واللي مش كويس. مش المس الفلانية او الاستاذ الفلاني او هذا رائع وفوت احضر عنده. احضر عنده واحضر عند اللي بيحكوا عنه مش رائع. ليش؟ لانه بجوز ذاك عنده اشياء هذا مش موجودة عنده. بجوز هذا اتعلم منه في ادارة الصف. بجوز اتعلم منه في المادة العلمية. بجوز اتعلم منه في طرق التدريس. كل واحد بعطيني ايش؟ إضافة. مبدأ التعلم دور الطالب. تعلم يعني نتكلم عن دور الطالب هو أن يستطيع الطالب تعلم رياضات وفهمها. فتعلم رياضات مقرون بالفهم الأساسي. مرة ثانية معنى التعلم ليس التحصيل وليس أخذ العلامة العالية. وهذه من القصة اللي قاعد نحكي فيها بالتوجيه. هل معنى أن الطالب جاب علامة كاملة في الرياضيات وفهم رياضيات كأنه نقيسه؟ معناته بدك تسأل أسئلة تدل على الفهم. هل عنده قدرة على حل المشكلات؟ هل عنده قدرة على حل مسائل رياضية؟ شفتوا زي الاستراتيجيات التفكير اللي أخذناهم اللي هي حل المسألة. هل عنده قدرة على حل مسائل؟ إذا أنت بالامتحان ما جبت له مسائل ولا أنت أصلاً درسته مسائل إذا منهاجك ضعيف في هزل هنا. طيب مبدأ التقييم ويتكلم عن التقويم الجيد. يعني تقويم جزء أساسي جدا من التدريس وجزء أساسي من المنهاج. يعني المنهاج الذي لا يقيم الطلبة ليس منهاجا. التدريس الذي لا يختتم أو يضمن تدريسه تقويم أيضا ليس تدريسا. بدك تعرف الطلاب وين وصلوا. ليش بنعمل امتحانات؟ ليش بنعمل واجب؟ ليش بنعمل مناقشة؟ عشان أعرف شو عند الطلاب. طبعا التقييم له مبدا. احنا بالرياضيات بنقوم على معيارين اساسيين اللي هو الاختبارات وبنعمل التقويم البديل اللي هي وسائل التقويم. وفي عندنا شيء ثاني بنتكلم عليه في هاي النقطه اللي هو تقويم المناهج. اللي احنا بنحكي على مثلا بيطلعوا منهج هسه بدهم يطلعوا رابع جديد واول جديد وسابع جديد مثلا. بعدين بيجي يقول لك واحد والله المناهج بتخزي المناهج الاولانيه احسن. طب ليش؟ ايش اللي بيخزي فيها يعني؟ ايش اللي مش عاجبك؟ ما عنده ولا شيء ما عنده جواب بس بيعلم. بعدين بتيجي من المشكله بتلاقي استاذ رياضيات بقول لك انا المناهج ما مش مناسبه. طب ليش يا اخي مش مناسبه؟ اعطيني سبب ليش مش مناسبه. بتنتقد انا عندك معايير ايش مالها المناهج هاي لا تحققها. اعطيني ليش ما بتحقق. اعطيكم مثال في تقويم المناهج. بنتكلم عن تقويم المناهج. طلعت بال 2006 على سوريا كانت مع اليونسكو تقييم لخطه مناهج بدهم يعملوها سوريا. هذا بال 2006 الكلام. ففي قبل ما يالفوا طبعا انت بتقيم الوثيقه وهذا من اصعب انواع التقييم. ترى احنا بعدنا ما سوينا كتب. بعد الكتب مش طالعه بدهم يالفوا. فبقول لي خذ شوف الوثيقه وطلع عليها. استلمت الوثائق اول يوم انا من بعد يعني داخل جلسه معاهم الحمد لله طلعوا متهاوشين. تعون الوزاره تعون المناهج مع دكاتره الجامعات. اجت من حظي انا مش قارئ الوثائق اصلا. فاخذت فرصتي اروح اقرا وين في الفندق. سرت عليهم اما مخمخوا براسي. فبقول للاخوان تعون التاليف يعني واحد من المواقف اللي شغله تصيد يعني تصيد له لا بس إشي قاتل. بقول له أنا شفت عندك في الصف السادس بيقول يحل مسائل على النسبة والتناسب. قال لي موجود هذا الدرس. قال قلت له بدي تعطيني بس أنت متى درست النسبة؟ متى بديت الدرس النسبة؟ أنت بتعطي مسائل على النسبة والتناسب معناته سابقا التناسب والنسبة وبعشر النسبة والتناسب الا تكون درسوا اياها. هذا الحكي بصف سادس.
قال لا موجوده، تعطيني وين بدت باي صف، وريني اياها وين مكتوبه، اعطيني هدف واحد بيقول انه بدنا ندرس النسبه. مسكين سجلت هيك إيه والله فعلا ولا هدف. هاي شغله الكوبي بيست، بقصقصوا من هون ومن هون، تطلع شو شغله بتخزن ملاش دخل. دكاتره الجامعات قال لك لا والله مظبوط، وين النسبه؟ قلت له لا لسه اكمل لك. قال شو هذا اللي انت تاكل ذبحتنا؟ قلت له كثير مواضيع ما فيها تسلسل، انا بلاقي موضوع موجود هون وبعدين مالوش بدايه، او موضوع له بدايه انقطع 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 بعدين صار موجود. طب في المرحله هاي شو كنت تعطوه؟ طب هون شو بتعمل؟ مش ترابط بالمره. انت قاعد بس تعمل لي موضوعات مشتته ما إلها معنى. اذا انا لقيمي للمناهج، شوفوا هذا لقى قوي للمناهج، التسلسل والترابط المنطقي غير موجود، المفهوم اللاحق مفهوم السابق غير موجود. هاي انتقاد قاتل ترى. هذا احنا هذا متى نقيمه؟ لما يطلع الكتاب. بس احنا ما في كتاب، انا قاعد بمشي على المعايير. هسه هم اللي قتلتهم اقوى من هاي، كانوا عاملين شغلتين، ياخذين الان سي تي ام هذول عاملين الوثيقه، وعاملين وثيقه ثانيه اسمها موجهات المؤلف. قلت له انا اعتبرني انا مؤلف، شو بتعطيني؟ بتعطيني موجهات المؤلف ولا بتعطيني وثيقه المعايير اللي هي مخطوط المنهاج؟ قال لا بعطيك الثنتين. قلت له لقيت تناقض بينهم، ارد على مين؟ قال لي لا ما في تناقض. قلت تعال افتح ولا شو؟ والله طلعت لهم فوق 10 15 تناقض. ترد على مين انا؟ الاصل انه اللي الف ما يرجع للي حط الوثيقه. انت وثيقتك مكتوبه، المفروض اني انا من قراءتي لها افهم والف. اذا كل شغله بدي ارجع لك خلي انت لحالك وخلص. ففي مثل هاي التقييم، انه يجب ان يقيم المنهاج تقييما واضحا، وان يكون هناك سياسة وتوجه واستراتيجيات واضحة لتقييم الطلب. انت بناء ايش بتقيم؟ شو اللي بتقيمه؟ وضحه في منهاجه. النقطة الثانية مبدأ التقنية، وهي عن التكنولوجيا بشكل عام، توظيف التكنولوجيا. وهذا مبدأ مهم جدا ونركز عليه دائما. لما اقول لك احكي لي عن مبدأ التقنية، شو بدك تحكي لي؟ هل التقنية مثلا في تدريس الرياضيات اصبحت او هي اختيار، يعني من حقي استخدمها من حقي ما استخدمها؟ مش بهالوقت ودائما يجب استخدام التقنيه. هذا المبدا بحكيه، انه يجب استخدام التقنيه والتكنولوجيا في تدريس الرياضيات. ما الذي نعنيه بالتكنولوجيا؟ هل نعني فيه الحاسوب، الوسائل التعليميه، المحوسبه؟ هذا واحده من الادوات. غير الادوات بستخدم السبورة، بستخدم الأوراق، بستخدم المعداد، كل وسائل التعليمية بدون استثناء بأنواعها المحسوسة وشبه المحسوسة كلها تدخل ضمن التقنية. وإحنا تدريسنا بالرياضيات يتدرج دائما بين المحسوس ثم شبه المحسوس ثم المجرد. إذا أنت كيف بدك تعمل لي محسوس وأنت مش جايب معك وسائل تعليمية؟ بتعلمني على المنشور وأنت مش جايب منشور، بتعلمني عن مخروط وانت معكش مخروط. يا اخي جيب المخروط وريني اياه. لما كنت اوريكم الاسطوانه مش مسكت ورقه وعملت هيك؟ هذا تقنيه اسمه، سويت تقنيه. انا قاعد بشرح عن طريق الداتا شو، هذا تقنيه. لا بدنا نحكي اعمق من هيك، نربط مع الكلام اللي قلناه. هل انت مع ولا ضد استخدام الالات الحاسبه في المراحل؟ حسب المراحل، حسب الدرس، حسب الهدف. أنا ممكن أوظف وأخلي الآلة الحاسبة أداة تفكير. كيف؟ أنا بقول لكم كيف، خذوا نشاط. لا طولي بقى. هسه بتشوفي. طلعوا آلات كل حاسبة أشوف. هسه تحدي. أنا بقول لك بيئة تثير التحدي. طلعي آلتك. هاي آلة حاسبة، وأنا كمان بطلع آلة الحاسبة، زي. موبايلك. لا آلة حاسبة عادية، ما بدنا شيء، آلة بسيطة جدا. ها طلعي كيف زي هاي. احسب. أنا ما بدي شيء ثاني منه وراها صراحة.
25 ضرب 27 شو بيساوي؟ صعبة. إذا كنت بدك تستخدم الآلة الحاسبة عشان تعمل هاي العملية، الآلة الحاسبة لها فائدة منها. طيب اشطبوا لي إياها، شو مهم الجواب؟ جواب منيح. بدي تضربوا لي 25 27 طول باري استعجلوش، إيدك ما تضرب على 2 2 2 ممنوع تلمسيها. سوي الاثنين لا تحط ايدك عليها، اعتبر الاثنين خرباني. ومتى تطلعي لي جواب 25 في 27؟ 5 ضرب 5 ممتاز، ضرب 3 ضرب 9. ها هيني غششتك يعني هسه يا لو عملناها بهاي الطريقة 5 ضرب 5 ضرب 3 ضرب 9 نكون جاوبنا على السؤال ولا ما جاوبناش؟ كمان طريقة هذا حل. بدي أوصل معاكم لعشر حلول. 15 زائد 10 ضرب 27 19 زائد 8. بدك تعمل القوس هيك، تعمل القوس هيك. إذا ما عملتيش أقواس بتطلع غلط. صح؟ هاي طريقة ثانية، طريقة ثالثة. يلا مالكم؟ سوي اللي بدك إياه. يلا. اثنين ما أشوفها. أنا ضرب 5 واحد زائد واحد ضرب 7. حتى نشوف 2 في 5 10 هاي خطا. ما بدي 25 انا. طب اعملي هيك طلعي غششك انا. استخدمي الذكية. انت شو بدك هسه؟ شو اسمها 27 بدي 3 و 3. شو رايك؟ هاي حل غيره. شو بتطلعي الان مع وجود الاله الحاسبه، مع وجود الاله الحاسبه الهدف تغير. بطل الهدف انه اوجد الناتج. جذر 625 ضرب مش عارف ايه، يعني بظلني افكر فيها كم حل بقدر اطلع. عدد لا نهائي صراحه. ممكن مثلا سؤال ثاني طلعي كيف. انا قاعد بجيب مثال على التقنيه ترى، من استخدام الاله الحاسبه. مسموع لك تستخدم الاله الحاسبه مره واحده بس، عمليه واحده تعمل. اي حسابي ما له شغل، المهم كم مره مطلوب. بدي بصدر واحد تطلعي لي عدد يقع بين جذر 6 وجذر 7. بدي عدد يطلع بين جذر 6 وجذر 7. جذر 6 ونص كيف طلعتيه؟ خذي منطق. حلو برافو عليك. اذا جذرها بين جذر 6 وجذر 7 حلتها. غيره طريقه ثانيه. عملية واحدة تستوي ثلاث عمليات، هي هي الضربة واحدة ضربة بتحط 6 ونص تحت الجذر. استخدمت مخها بالأول بعدين استخدمت الآلي. الآلي صارت عامل مساعد. أنا بدي هول. طيب سؤال، لو أخذت جذر 6 زائد جذر 7 وقسمته على 2 مش بيطلع الجواب يقع بين جذر 6 وجذر 7؟ قسمته على 4، قسمته على 3، قسمته على 5، وخمس الشكل، خمس المسافة، ربع المسافة، نص المسافة. وصلت ولا ما وصلت؟ لا جذر 6 وجذر 7، هاي جذر 6 وهاي جذر 7، طولي بالك علي. لو جمعتهم وقسمت على 2 راح يجي العدد هون.
طب لو مسكتم وقسمتم على أربعة بيجي العدد هون، لو قسمتم على ثلاث بيجي العدد هون. هي عملتين، زميلتك عملتين. شوفي بطلت الآلي هون للحساب، صارت للتفكير أكثر منه للحساب، تفرق كثير. هي هو صرنا نستخدمها كوسيلة لحل المشكلات. هذا مبدأ مهم جدا في التقنية. إذا التقنية إحنا صرنا نستخدمها لإيش؟ إنها ليست فقط كأداة للحسابات أو لوسيلة تعليمية مباشرة، لا، وكمان تعمق الفهم، تساعد على اللي هو تنمية التفكير، بتساعد على تعميق فهم الرياضيات إلى آخره. فهمتوا الأمثلة هاي؟ طيب غير، نروح على معايير الرياضات المدرسية. خلصنا المبادئ، نيجي على المعايير. في عندي معايير اسمها معايير محتوى، هذول حفظ. شو هي معايير محتوى؟ الاعداد عمليات علي جبر هندسه، هذول مش رياضات واحد رياضات اثنين، هذول رياضيات واحد رياضات اثنين ولا لا؟ الاعداد والعمليات عليها والجبر اخذتوهم برياضات واحد، والهندسه قياس تحليل بيانات اخذناهم في رياضات اثنين. هن بطرق رياضيات لك لحال. انا قصدي هذول يعني مفاهيم الاعداد والجبر وحل وكيف بنحل معادلات، وين اخذناهن؟ رياضات واحد. والهندسه قياس، لما واحد يقول لك اعطيني مثال على اعداد وعمليات عليها، روح اتذكر شو اخذتي بالاعداد، الجمع، الطرح، الضرب، القسمه، الكسور، مظبوط ولا لا؟ يعني لو اعطيتك قولي لي اعطيني امثله على الاعداد وعمليات عليها، شو بتقولي لي؟ جمع وطرح وضرب وقسمه، الاعداد الطبيعيه، الاعداد الصحيحه، الاعداد النسبيه، الكسور العشريه، العدد النسبي، عدد غير النسبي، الجذور الصماء، كل هذا داخل ضمن مفاهيم الاعداد. اعطيني على الجبر، شو المواضيع اللي ممتازه؟ الانماط، العلاقات، ايش كمان؟ التغير، المتغيرات، حل المعادلات، الجمل المفتوحه، كل هذا بيدخل ضمن مين؟ ضمن الجبر. الهندسه، الاشكال والعلاقات بينها، المجسمات والعلاقات بينها، هذا اللي درسناه في فصل هذا. لما اقول لك شو خواص الزوايا، شو العلاقه بين الزوايا، المثلث شو خواصه، المربع شو خواصه. طيب لما اجي اقول عن القياس، لا هو شو القياس، نتكلم عن اداه قياس، دقه قياس، ايوه، وايش كمان؟ تحويل من وحده لوحده، كويس. وايش كمان عندك؟ في سمات مقيسه، مثل ايش بنقيس احنا؟ بنقيس الزاويه، بنقيس الزمن، الطول، العرض، المساحه. لك شوفي المربع ضمن الهندسه، شكل المربع ندرسه في الهندسه، لكن مساحه المربع قياس، محيط المربع قياس. شوفي الاسطوانه مجسم هندسي، خواصها هندسي، لكن حجمها قياس بالداخل. تحليل البيانات، التحويل من وحدات لوحدات، يعني اقول لك 40 درجه مئويه حوليها الفهرنهايت، هذا قياس. تبغوا تحولوها؟ حولوها، تعلموا، اقول لكم تعلموها، ما راح اشرح هذا. من فهرنهايت الى مئوي او من مئوي لفهرنهايت. احفظوا القانون وحلوه. قسم خدنا مقياس رسم قياس، نعم مقياس رسم قياس. اطلعوا للامتحان النصفي، المادة اللي صارت الامتحان النصفي كانت هندسة، بعد النصفي أخذنا قياس. فهمتوها هاي؟ لأن احنا عند النصفي خلصنا التشابه، صح؟ بعد التشابه شو بدنا ندرس؟ المساحة والحجم والنسبة والتناسب والمساحة الجانبية هسه هون حاكي عن كل مجال شو الاهداف اللي بده يحققها. مره ثانيه بقول مش بالضروره تحفظوها بالحرف، ولكن تعرفوا عن ايش كل موضوع. يعني احنا في الاعداد على ايش بدنا نركز؟ مفهوم العدد، القيمه المنزليه، الحساب الذهني، هاي توجهات معاصره. على ايش نركز في الاعداد؟ ها
انه يحسب الطالب ذهنيا، يعرف معنى القيمه المنزليه، هاي مهمه جدا جدا. يعرف اليات لاجراء الحسابات بدقه، مش بس ذهني، وعلى الورقه والقلم وبالآلة الحاسبه، وبالآلة الحاسبه كمان. يعني احنا الذهني له مكانه، ومتى استخدم الحاسوب له مكانه، ومتى استخدم الآلة الحاسبه له مكانه، ومتى استخدم ورقه وقلم له مكانه. اذا انت لازم تنوع في نشاطاتك حتى تغطي هذه. الاهم من انك تعلميه كيف يجمع، تعلميه شو يعني جمع، مفهوم الجمع، الجبر، ندرك الانماط، تحليل المواقف، البنيه الجبريه، استخدام الرموز، حل النماذج الرياضيه. طبعا احنا في الرياضيات احنا من نمزج بين هذه المجالات مع بعض. في الهندسه حكينا عنها، القياس، هذول اقراهم لحالهم. فهمية مكتبة من راسك. لا لا بس هي عناوين تحفظيهم. مرة ثانية الأسئلة الرئيسية اللي بدها حفظ، هيا بحكيها. السؤال الأول، ما هي مبادئ المنهاج؟ رقم اثنين، ما هي معايير المحتوى؟ رقم ثلاث، ما هي معايير العمليات؟ حل مشكلات، تبرير وبرهان، تواصل، تداخل، تمثيل. وكل واحد يحط شوية نقاط عليها. حل المشكلات أتوقع أخذناها بوحدة لحالها، أسهبنا فيها وقلنا إيش الاستراتيجيات وكيف بنفكر وإيش يعني مشكلة وإيش يعني مسألة جديدة. مشكلة يعني مسألة، طبعا حل المسألة يعني حل المشكلات، حل المسائل. يعني التدريب البرهان إننا لا نكتفي فقط بالحل. قل لي ليش، من وين إجت، فسر كل شيء. لا مش شرط نوصل للنظريات أو للبرهان النظري، يعني ممكن مع الأطفال، مع الطلاب الصغار. ليش انت لما تيجي مع خمسة مع سبعة تكتبش 12، تكتب اثنين وبتعيد التسمية بتحط 10 فوق؟ هي 10 ولا واحد اللي حطها فوق؟ يعني لما نيجي نجمع، لما نيجي نجمع، لا لا مش خط اعداد، طلع لو نظري، لو نظري 5 زائد 7 12، 1 زائد 4 5، هاي جو هاي جمعت صح. ليش خطا؟ هيو الجامع لحد مع لحد 12 اعاده تجميع. ايوه هيو بالطرق، هاي المشاكل بصير معنا في الطرق. افرض طالب يفكر هيك، ايش يعني طالب شو 10؟ انا ما بفهمش. انا هني كتبت 5 زائد 7 12، كتبت 12 سميلي. شوفي لو تضلك تحكي للصبح بردش عليك. وريني. لا لا لا. هو الأصل قبل الرسم ستي، قبل الرسم وريني. وريني إشي محسوس أشوف. ما بقتنع لما أشوف. لا مش رسم. غلط تبدي بالرسم. جيب المحسوب. ايوه هيك بصير صح. بس احنا هون مثلا بنمثل، بنمثل بالمحسوس. طلعي طلعي بدي اوريك الجمع على القيمه المنزليه. هون انا بستخدم شيء بسموه مكعبات دينز، نسميه ايش؟ مكعبات دينز. طلعي بالحرب دينز، بدي اجمع 3 زائد 9، قديش يطلع الجواب؟ 12. هات شوف ليش 12 طلع، لانه بنحزم هيك، بدنا نتفق اتفاقيه. كل ما بصير معك حزمه 10 بتعيد تجميعهم، وين بتحطهم؟ في خانه العشرة. هين رحلتهم، قديش صار الجواب؟ 12. طولي بالك، يلا غيره، يلا اجمع، بدك تجمعي هذول. شاف الواحد اللي طلع حاط؟ ومش واحد، هذا 10. شوف هذا اسمه تجريد. لما تكتب بهاي الطريقة رموز، هذا تجريد. التجريد هذا ما بنعطى بالأول ولا بالثاني ولا بالثالث، بنعطى بالأخير بعد ما تعلميه بالحفظ. هل أنتم بتمسكوا مكعبات زي هيك بتوريهم للطلاب؟ بعدوا؟ هاتوا ما بردوا عليهم.
جيبي مش لازم جيبي بالحزم ممتاز بالفلوس. النقطة الثانية ست التنويع، لابد من التنويع. ما تعلم الطالب على إشي واحد بظله حافظ مكعبات دنس بفكر إنه الجمع بس مكعبات دنس، لا، مرة معداد، مرة مكعبات دنس، مرة نقود، مرة حزم، مرة خبز، مرة يعد مربعات، مرة يرسم، بعدين مروح على الرسم مرحلة ثانية. إذا ما نوعت هذه الأشياء ما تعلم، خذي مني ما تعلم. يلا هيك جمعنا، عرفنا ليش بنكتب عشرة؟ لأن هي عشرة، هي فعلا عشرة. هسه بصدقك لأن شفت العشرة بعيني. تعال شوف المعداد، تعال أوريك المعداد. هاي شغلة حلوة في المعداد، أنا بدي أخذ عشرات، أحال عشرات، مئات بس. ما هو معداد حقيقي، جيبي معداد حقيقي، انت جيبي معداد حقيقي. يلا نقول للطلاب عدوا معاي، ركزي صبية صبية، ركزي معاي، عدي معاي. هاي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمانية، تسعة. طلعي بس احط عشرة، طلعي طلعي. ليش رحل؟ يعني هاي مش واحد، هاي عشرة، شفتيها عشرة؟ عشرة عشرة عشرة. هاي مرحلة أعلى من الأولى. شوف الأولى كانت عد، لو تعدي هون ارجع لمكعبات دينز اللي كنت تشتغل عليهن، عدي هاي، تعالي فرطيها هون، فعلا عشرة. شافها بعينه. هاي المرحلة أصعب شوي، أعلى. يلا عدي أشوف. شو أحط؟ طيب عدي معي هسه، شو بتعدوا؟ يلا عدوا معي. 30، مش واحد اثنين، 10 20. عدي هسه، ما برضى الا لما نفتح الالوف. هنفتح الالوف اشوف. اقرئي لي هذا العدد. سؤال، هل في المدرسة المعلم بيعرض هذا الاشي قدام الطلاب؟ هذه مصيبة. والمصيبة الأكبر، لحظة لحظة، المصيبة الأكبر أن يعرضها فقط للطلبة. إذا عرضها فقط للطلبة هو ما علمهم شيء، هو وثق لإدارة المدرسة ولمشرفه إنه أنا زلمة بشتغل كويس بس، ولا هو ما علم الطلاب. أنا بفهم إنه الطلاب يمسكوا هاي التقنية، هون التقنية، يمسكوا هذول ويشتغلوا بديهم ويمثلوا لحالهم. وتسألي أسئلة من نوع الترجمة عشان أعرف إنه فهم ولا ما فهم. مثل هذا العدد باستخدام الرموز، ارسم لي شكل يدل عليه، سويه بالمكعبات، اعمل لي إياه بالحزم. إذا عرف يسوي هذول كلهم تعلم. كله خشفتي ببعضه. هذا الصح. الآن طلعي في نموذج ثاني، نموذج حلو أنا كثير بحبه، بدي أمثل هذا العدد. هذا إيش؟ هذا العدد إيش؟ هذا 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 هون هون هذا إيش؟ ألف. هذا ألف ولا مش ألف؟ جرينا ألف. اللي بعده شو؟ مية. هاي مية. اللي بعده 20. 20 يا جماعة، 10 10 الخرزتين، الخرزتين هذول شو هن؟ 20. إذا هاي 20، أنا بمشي على المعداد وبطول من الأعداد اللي فوق. أنا بمشي على المعداد وبطول الأعداد اللي فوق. هاي ثلاث. شو دخل هذول بهذا؟ طلعي طلعي. هاي وسيلة حلوة تقدر تعملها بالكاسات ترى. بدل هذول اعملوا كاسات. طلعي امسك هاي هيك. الدوزة نهائي. سؤال، شايف التقنية وينها؟ هاي تقنية. هون عمقت المفهوم. هذا بيجي مع اللوحة التفاعلي مع ستار بورد.
مش بس انا مش بقول لك تستخدميها، انا بقول لك طلعيهم يشتغلوا فيها. يلا ما احلاهم لما يسويها بايده ما بنسى. نرجع للسؤال اللي سالته، ليش لما جمعت 5 زائد 7 ما كتبتش 12؟ عشان اللي سويته. هذا بيجي مع برنامج مع اللوح التفاعل ستار بورد. بتقدر تنزلين بلا بدكم اعملكم لينك عليه، بحط لكم على الموقع لينك عليه مع نزلوه عندكم، بينزل على الاجهزه بدون ما يكون عندك لوح ان شاء الله. بحط لكم على الفورم تعملوا له انتم داونلود. مش بس حلو يعني، حتى هون في كسور وفي كل شيء، في كل شيء يعني. هون طلعي مثلا لو جيت طلعتي على الكسور مثلا، اخذت نموذج زيها قول له بدي اقسمه 4 اقسام او 5 اقسام اللي بدك اياه، هي يقسم، بدي الون هذا الجزء، بدي اعمله باللون الاحمر، شو هذا الكسر؟ خمس، وهيك خمسين. اطلعي الحلو في الموضوع. ماشي ماشي، بس انا بقول لك وسيله هسه مش قاعد بشرح. طلعي شفتي كيف القصص هاي؟ طب هاي وسائل متاحه للمعلم، بيستطيع انه يوصل المعلومات بكل بساطه. انا الفكره انه انا مش وظيفتي التوصيل بقدر ما وظيفتي اني ادرب الطلاب على هاي الاشياء. تدريب معناته الطالب، والطالب يقعد ويشتغل بيده. اذا ما عندك امكانيات على جهاز واحد طلع بالدور، والباقي شو بيسووا؟ برسموا. لما كنا نعطيهم انشطه زيك برابع، اعطيهم انشطه زيك برابع اخليهم يشتغلوا، اللي اثنين طالعين على اللوح الباقي قاعد برسموا بالاول. شغالين. مين اسرع؟ مين بيعطيني منظر مرتب اكثر؟ بتعلموا النظام، بتعلموا الترتيب، بتعلموا اشياء كثيره. قوم احكي لي، هذا اسمه التواصل هسه. قوم احكي لي شو معنى اللي سويته؟ ليش هذا انت اعتبرته نص؟ ليش هذا ما اعتبرتوش نص؟ هو فيها تبرير ولغه رياضيه، اتصال رياضي. اذا هون بنيجي على المعيار اللي بعده اللي هو الاتصال، والاتصال يعني اشياء كثيره، منها التمثيل زي ما انا كنت اسوي قبل شوي، كيف مثلت العدد بالمعداد ومثلته بالمكعبات ومثلته بالرموز ومثلته باشياء كثيره. الترجمه بينها تحول من شكل لشكل، بسموه لغه رياضيه، تواصل رياضي. بقول لك التفكير الرياضي يجب ان يعكس من خلال اللغه الرياضيه. النقطه الثانيه الترابط، لازم توريني الرياضيات خارج سياق الرياضيات. مواد ثانيه في الحياه، ما تيجي تسالني سؤال تقول لي احنا وين نستخدم هالاشياء في حياتنا؟ وين الكسور في حياتنا؟ يا اخي انت جيب مثال انه ما يسالك هذا السؤال. انت خلي المثال شو ماله موجود صح ولا لا؟ يعني ممكن تبدا مثلا بآية قرآنية، تبدا بموقف في الحياة، تبدا بمشكلة. جايب معك مثلا مجموعة حلويات قسمهم على الطلاب، توزع بالتساوي بينهم، يظل له حب زيادة شو نعمل فيها. يعني حط بموقف يجمع هذه المعايير. يعني هذه المعايير ليست حصرا على التداخل، على فكره هو نفسه الترابط. التداخل هو الترابط، الترابط هو التداخل، وهو انك تشوف الرياضيات كيف ترابطت مع بعض البعض، كيف ترابطت الرياضيات مع الحياه، كيف ترابطت مع العلوم الاخرى. الرياضيات وين في العلوم؟ وين في الاحياء؟ وين في الفيزياء؟ وين في اللغه؟ وين في الجغرافيا؟ وين الرياضيات؟ شو دخل الهندسه بالجبر؟ شو دخل المعادلات بمثلا القياس؟ شو كيف متداخله مع بعضها؟ الان وينها في حياتنا؟ في مواقف الحياه وين موجوده؟ هذا اسمه كله معيار ايش؟ احنا كنا بنقول المناهج والتدريس يجب ان يركز على هذه المعايير بشكل قوي جدا. وصلت؟ هيك خلصنا كل قصه المعايير. حكي ممتع هذا، تطبيقه مش سهل، مش سهل بالمرة. بعطي بدكم، أنا بعطي بس هو دور عن طرق تدريس الرياضيات.
اذا في حدا بده يعني خارج اللي كنا نعطيه في المحاضرات، يعني يختلف تماما عن اللي يكون اللي نعطيه في المحاضرات. انا جاهز، بدكم بعد العيد نعمل لنا دوره صغيره على يومين ثلاث، مش طويلة يعني، ما بحب الدورات طويلة يعني، بحب يومين ثلاث وخلص. بعطيكي مثلاً إنه كيف توظفي وتدربي أنت تعملي، وبعلمك مثلاً تنتجي أشياء ممكن. ليش لا؟ يلا على السريع ركزوا على هاي الأسئلة. طلع بحكي عربي، والله بحكي عربي وما بعرف أنا، تفهموا علي؟ أكيد الأسئلة اللي بدي أحلها الآن تحاكي شو عم تحاكي؟ زي قريب مثل مش نفس قريب من أسئلة إيش؟ يعني هاي مراجعة، هذه لا تغني عن الدراسة وباقي الأسئلة. أنا برضو ما حد طيب أفرض أجت أسئلة غيرها، بس تقول لي أنت قلت لنا بس هذول، أنا ما قلت بس هذول، بقول ادرسوا هذول وأنا مطهن، يعني ما راح أعقدها. لا مش موجودة، هي على الفيديو. مش مشكلة، الواحد الأول هو أتوقع هوني مليان. يلا على السريع، الوسيط كم؟ بسرعة. طب إيش أسوي أنا؟ ما أقدرش أكمل. مرتبين جاهزين. مش نفسه. شوفي انت المشكله في الرياضيات خدعها كثيري مش بهو بعض. فانا فعليا يا جماعه الخير مش جاي مش جديد، بغير شوي. فكل اللي بقول لكم اياه ادرسوا على نمط مثل هذول. تفضلي. ان شاء الله اذا مش اليوم بكره. يلا جدول توزيع تكراري طول فئات. هذول مش جايكم في النصف؟ نعم الحمد لله. فئته 5، اذا اخذت منه فئه مركزها 7، الفئه مركزها 7، حدود الفئه من وين لوين؟ اطلعوا هذا في الامتحان يا جماعه الخير، لما يجيكم سؤال زي هيك كم الفراغ بدي بس الجواب، ما حدش يقول لك تكتب شيء ثاني. بدك تعمل مسوده وتخربش اعمل عجن، لكن بدي تعمل لي مثلا 1 3 2 شو جو؟ طول الفئة 5، مركزها 7، يعني الوسطاني 7. إذا قبلها شو بدي يجي؟ 6، قبلها شو بدي يجي؟ 5، إذا بدايتها 5، إذا راح تبدأ الفئة من 5، 6 7 8 9، راح تنعم 9. والله بالبلد حل. أنا مش متعودين عليه، آسف، أنا فكرت على شيء ثاني. هيك 5 إلى 9. خلص. طولها 5، عدة 5 6 7 8 9. حدها الأدنى 5. يا رواجلي ركزي معي. 5 زائد 9 قديش؟ 14، على 2 طلع 7. هسا في ناس بيحلوها على المعادلات، وش قلت؟ كمان تنحل على المعادلات، بس انا حليتها بالبلدي، ولا معادلات ولا شيء. وهني 5 اعداد، مش بقول لك طولها 5، يعني 5 اعداد، مضبوط ولا لا؟ الوسطاني 7، انزلي تحت 6 5 7 8 9، اذا من 5 إلى 9 انتهى السؤال. طب ما انا عارف نسالي. انت ليش تروحي تعملي معادلات؟ انا قلت لك سوي معادلات. يا ستي يخطر في بالك، ليش اخذتي حل مسألة انت؟ عشان يخطر في بالك. يلا اذا كانت النقاط الف با جيم 3 نقاط في المستوى. الف با طولها قديش؟ 6 سم. با جيم قديش طولها؟ الف جيم طولها قديش؟ فانه يمكن وصف النقاط الذات بانها تقع على استقامة واحدة. برافو عليك. مستقامة واحدة. كيف عرفت انهم استقامة واحدة؟ لانه 6 و7 بيطلع 13، يعني هذول شو مالهم؟
متساويات. لو طلعوا مجموعهن اكبر من الثالثه شو بقول؟ مثلث. بتكون مثلث، بتكون على متابعه المثلث. يعني هذا السؤال على متابعه المثلث وعلى المستقيمه مع بعض. يلا، درجه حراره جسم 40 درجه مئويه، فان درجه حرارته بالفهرنهايت تساوي، يلا هات القانون، 5 على 9 ضرب 40 زائد 32. مش هيك القانون؟ ما بعرف، انا بدي اتاكد، انا بجوز بحل غلطه، ما بعرف. ايوه 9 على 5 ولا 5 على 9؟ 9 على 5. يعني بدنا نروح على الآلة الحاسبة، هون استخدموا الآلة الحاسبة عشان نحسب. 9 ضرب 40، 9 ضرب 40 بيساوي 360، تقسيم 5 بيطلع 72 زائد 32 104. كيف بدنا نتأكد طبعا انه احنا صح ولا بلكي حتى كاتبين القانون غلط؟ لا، فوت على جوجل، فوت يا جوجليها وشوفي بتطلع صح ولا لا. معناته هون بقول لكم روحوا ارجعوا للقانون، انا مالي علاقه. لا لحالك. يلا 700. انا ترى ما بعرف حل صح ولا لا، روحوا راجعوه على القانون. بعش القانون، هو 5 على 9 في 40 زائد 32 ولا 9 على 5 في 40 زائد من مئوي 9 على 5 وليك خلاص. لا مئوي، من مئوي لفارنهايت زي ما حكى، بتكون نتاكد اكثر. طلعي طلعي، هاي جوجل محترم جوجل، والله انا بعرفه شاطر. هاتي ثاني هناك، طولي بالك، بعرف انه في الكتاب. شوفي 40، طولي بالك 40 degrees centigrade. سيليوس فارنهايت كونفرجن، خذي هاي، هاي الكونفرجن. شوف التكنولوجيا هون كيف بتساعد صراحه. يلا ايش بدك تعملي؟ 40 صح، 40 سيليزي كونفرت قديش طلعت؟ 104 صح. قانوننا صح، القانون صح اللي حليناه صح. أنا بس والله إلي غرض من هذا النقاش، إنه أنت دائما لما حدا يقول لك عن شغلة ويكون مش متيقن منها ارجع لها دور عليها. يلا 700 ألف سنتي كم كيلو؟ بقسم على كم؟ على 100 ألف، قديش بيطلع؟ 7 كيلو. بالضبط. في الشكل المجاور قيمة سين بالدرجات قديش؟ 120 درجة. اصنع 100 ألف يا بنت الحلال. 700 ألف قسمي على 100 ألف راحن الخمسة، طب 7. هسه تعال نشوف الهدف. الترجمة من صورة رياضية إلى أخرى، هذا الهدف بأي معيار؟ معيار حل المشكلات ولا معيار التداخل أو ترابط ولا معيار الاتصال الرياضي ولا معيار التفكير ولا معيار التمثيل؟ الاتصال أو التمثيل. اللي بيكتب التمثيل بحطه صح، اللي بيكتب الاتصال بحطه صح. ترجم من تحويل من شكل لشكل، كيف لو شو تكتب العدد واعمله بالاعداد واعمله، هذا اسمه ترجم، هذا اسمه ترجم. يلا الهدف، يتعرف الطالب خصائص الاشكال الهندسيه، يرتبط بمعيار الهندسه مش القياس.
هندسة. طب لو قلت لك يتعرف الطالب قانون حجم المكعب. Yes. تمام؟ اكتبوها، اكتبوا كويس. يلا، مثلث فيه ضلعين، طول كل منهما 8 سم. قياس ضلعين، كل ضلع في عندنا ضلعين من اضلاع المثلث، قياس كل واحد منهم 8 واحدى زواياه 60. الضلع الثالث شو بيطلع؟ اكيد. ليش؟ لانه لو كان متساوي الساقين، هذا 8 وهي 8 وهي الزاويه 60، معناته هاي 60 وهي 60 كمان. إذا طلع 60 معناته طلع متساوي الأضلاع، معناته كلهم زمنيات بدون ولا أسوي شيء. أنتم لاحظين الأسئلة حليت كلياتها بدون ولا أسوي قوانين. معناته يا جماعة الأسئلة اللي من هذا النوع لا تتطلب حلول، بدها تفكير بس وفهم. اللي بعدها، زاويتان متجاورتان مجموع قياسيهما يساوي 180 درجة، إذا كانت إحداهما حادة فإن الأخرى ما سألتك كم قياسها، بقول لك شو نوعها. سمك ورقة 3 مليمتر، فإن ارتفاع حزمة من المرقة مكونة من 500 ورقة يساوي كم سنتيمتر؟ شغلتين بدك تعملين. هني قديش سمك الواحدة؟ 3. بدك تضربيها في 500 ورقة؟ لا، 3 في 500 كيف 15؟ 1500. 1500 مليمتر كم سنتي؟ كيف بدي احوله للسنتي؟ مللي للسنتي. بقسم على 10 ولا على 100؟ ليش على 100؟ على 10. هسه اي خربطه، اي خربطه في الاجابه صفر. راح السؤال، اعملوا درج، تعملوش درج، تضربي على الاله، تعملي بدون اله، مش شغلي. انا بدي الجواب، هذا النوع من الاسئله بدي الجواب. نفس بيجي زي هذول، بس ارقام غير، بجوز متطلبات ثانيه. بجوز اطلب منك تحولي من سنتي لمتر، يمكن متر لسنتي. المهم كل التحويلات تعرفي. يلا، اذا كان الوسط الحسابي علامات طلاب في اختبار يساوي 35 وعدلت العلامات حسب العلاقه هذه، فان الوسط الجديد يساوي، هاي مساله بروبلم سولفنج. تعرفي يعني ايش معنى حولت بالطريقه؟ يعني الاستاذ ايش سوى؟ راح ضرب لكل واحد علامته بثلاث وزاد له 10 علامات، ضرب له علامته بثلاث وزاد له 10. الوسط الجديد شو بيسوي؟ عوضي هاي هون 3 ضرب 35 زائد 10 او تحسبيها 3 5 15 10 105 زائد 10 115. اذا الجواب 115. بقبل المهم يكون صح كامل، او لو كتبت الجواب يكون احسن واحسن. مره ثانيه، هذا النوع من الاسئله بتوقع منكم تحطوا لي هيك 1 3 2 من 5 إلى 9، 3 مثلا 120 درجة، 4 هيك بس الإجابة. وحاولوا إنه كل سؤال يجي صفحة أحسن، إلكم أحسن وإلي أحسن، إلكم أحسن من باب إنه ما بتداخل المسائل في بعض. بس أنا بصراحة بفهم لما واحد يصير يعجق لي الدنيا باخذ انطباع مختلف، انه هذا مش عارف يحل وهو بده يخربطني علشان ايش؟ هو ما بعرف شو بفكر انا، هو انا ما بتخربط، انا بشطب بس. اللي ما بفهمه بشطبه. فخلي كتابتك واضحه. يلا، الف با جيم مثلث متطابق الضلعين، برسم. اذا الرسم عليه علامه وبكتب الف با جيم متطابق الضلعين، هاي متطابق الضلعين. ايوه، اوجد طول العمود النازل من احد الرؤوس على الضلع المقابل اذا علمت ان طول القاعده 8. نزل عمود
بدنا ألف دالية بلاش. وطول كل من الضلعين يساوي خمسة. هذا جلوس. إذا هاي أربعة. إذا هاي ثلاثة. بتوريني في ضغورس. أعمل في ضغورس. وريني في ضغورس. ولا شيء ثاني. نزلت العمود. نزلت العمود. بقول لأنه بقول لأن المثلث ألف باء جيم متطابق الضلعين متطابق الضلعين فإن العمود ألف دال ينصف باء جيم يعني باء دال يساوي أربعة صاد. الآن نأخذ المثلث ألف دال باء قائم فيثاغورس بتطبيق فيثاغورس راح يطلع عندنا أربعة تربيع عفوا خمسة تربيع آسف خمسة تربيع ناقص أربعة تربيع يساوي ألف دال تربيع طبقتها مباشرة يعني الوتر تربيع ناقص الضلع القائمة تربيع ومنها بطلع عندي إنه 25 ناقص 16 يساوي ألف دال تربيع ومنها ألف دال يساوي جذر 25 جذر 9 يساوي 3 ما في مشكلة لا عادي أعطونا مساحته نص في طول القاعدة في الارتفاع بختصر على 2 1 على 2 4 4 3 12 12 وحدة مربعة 12 سنتيمتر مربع خمس علامات ست علامات ايش هي حلو يلا سين صاد عين مثلث قائم الزاويه في صاد برسم اكتبوا المعطيات اكتبوا المطلوب ماشي حلو يرسم يكتب معطيات مطلوب يحاول مش تتليها فاضيه طول الوتر 15 7 قديش طول الضلع الثالث؟ في ضغط انا مركز على ضغط يلا س ص تربيع يساوي 15 تربيع ناقص 7 تربيع والباقي عندكم سهل حادثين شو مستقلين يعني لام ح واحد تقاطع حالتين بيساوي 5 من 10 ضرب 4 من 10 ويساوي 20% يعني 2 من 10 هاي حليتها واحدة بدي الاتحاد بكتب القانون لام ح واحد زائد لام ح اثنين ناقص يلا 5 من 10 زائد 4 من 10 ناقص 2 من 10 9 من 10 ناقص 2 من 10 يساوي 7 ولازم نجيب هيك وهيك مش سامع مرة ثانية لا لا 2 من 10 ايش سالب لا لا موجب هاي يساوي هاي يساوي هاي طلع لام ح 1 يساوي 5 من 10 لام ح 2 ما هو احتمال يا ستي ما بصير الاحتمال يكون سالب لا لا يلا يعتبر المساواة أو تعتبر المساواة أحد المبادئ هيا شرحناه فما الأسس تقوم عليها هذا المبدأ يعني احكي لي عن مبدأ المساواة سولف لي عنه طبعا أنا هون بحط لكم قاعد بالتجريب بالتمثيل هذا اللي بحاكي كل امتحان جبت على المساواة في الامتحان شو تجيب على التقييم شو تجيب على التعليم شو على المنهاج بالضبط اي معيار او مبدا بحكي لك احكي عنه فيش اضافه امتحان سهل جدا توكلوا على الله يلا مخروط دائري قائم نصف قطر قاعدته 14 اذا نصف القطر بيساوي 14 ارتفاعه عين بيساوي 15 جد حجم ايش يصير؟ ثلث باي
نون قاف تربيع عين. هذا القانون. الآن نصف القطر عندي والارتفاع عندي. خلاص انتهى السؤال. دوش رسم حتى. إذا هو ثلث ضرب باي ضرب 14 تربيع ضرب 15 ويساوي باي على 3 ضرب 196 ضرب 15 اختصر على 3 1 على 3 5 بضرب هاي في هاي وبطلع وبدلالة باي وانتهينا. والوحدة سنتيمتر تكعيب. خلي باي زي ما هي. نعم. لا ما بساعد ما لي علاقة بالقوانين. لا شوفي قانون زي هيك مباشر ما بساعد. قانون حجم الاسطوانة حجم المخروط حجم الكرة هذول مباشرات يعني. يعني مش معقول يكون عندي السؤال مثلا أكمل الفراغ وبسألك أنا عن القانون تسأليني عنه وأنا اللي بسأل مش أنت. أما لو كانت مسألة مش ضمن حلها أو مش الجزء الأساسي فيها القانون وطلبت مني القانون بسعى. أما أنا بسألك مثلا اكتبي لي حجم قانون المخروط تيجي تقولي لي شو ما بقول لك شيء أنت مطلوب تحفظيه. اتفقنا؟ خلص. بس لحظة في تحفظ أخير لابد أن يكون هناك سؤال ما مر عليكم. ما مر لابد يعني من 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 5 إلى 10 علامات سؤال أو سؤالين شرط سؤال واحد مش شرط. أنا قلت يحاكي الواجب. الواجب صعب فراح أجيب أسهل منه لكنه باختصار ما مر عليك كله ما مر عليك. سؤال سؤالين مش مشكلة حجمه من 5 إلى 10 علامات. أنت هتجيب 40 جيب 40